بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا مع المحاضرة السابعة. المحاضرة السابعة هنتكلم فيها عن برنامج مايداس دي شوب. دلوقتي حضرتك خلصت الديزاين وعملت التحليل وبدأت تستعرض النتائج ووصلت لآخر مرحلة. لو انت مهندس في مكتب استشاري هتحتاج تدي الرسومات تنفيذية شوب دروينج للمالك عشان يديها للمهندس المنفذ عشان يبدأ يشتغل. لو انت مهندس في شركة كمكتب فني انت محتاج تطلع المخططات تديها للفورمان عشان يديها للحداد والنجار ويبدأ يشتغل. انت محتاج شوب دروينج فيها قطاعات الأعمدة، قطاعات الكاميرات، فيها التسليح كامل بحيث ان في الموقع يقدروا يشتغل. هتعمل الكلام ده ازاي؟ ما تيجوا نشوف.
وفي النهاية هنرجع نكرر إن برنامج مايداس جن من مجموعة البرامج اللي بتشتغل مع البي اي ام. البي اي ام Building Information Modeling أقدر أعمل Export وImport من الريفت لمايداس جن، أقدر أشتغل برضو مايداس جن مع مايداس دي شوب ومايداس بلس. طبعا البرنامج لما يشتغل مع أخوه غير لما يشتغل مع صاحبه، لكن البرنامج بيدعم خصائص مع الريفت وشغال مع الريفت، شغال مع المايداس دي شوب. إن شاء الله بإذن الله تعالى هتبقى فيه نسخ مجانية قانونية لثلاث برامج: مايداس جن ومايداس دي شوب ومايداس بلس. هتبقى إن شاء الله موجودة معانا في الدورة بإذن الله تعالى. النسخ دي نسخ تعليمية مجانية هيحصل عليها كل واحد إن شاء الله بإذن الله تعالى.